اهلا ومرحبا بكم من جديد. احنا وصلنا لفقره انفعهم للناس، واليوم الحديث عن يمكن يكون هو مش اساس الموضوع لكن هو واحد من الامراض الشائعه جدا في السودان، ويمكن يكون ما يتوجد له علاج جذري. هو مرض صديق، يعني محافظه واشياء كثيره جدا هي بتساعدنا في ان احنا نقدر نحافظ على التوازن في حاله الاصابه بالمرض. حمار الله واياكم وشفى مريضكم. اذا كنت مريض بالسكري وتخطط للصيام خلال شهر رمضان المبارك، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا، فإنه من الضروري أن تستشير طبيبك الذي يتولى علاجك. نحن دائما أي زول يكون عنده مرض سكر يكون عنده طبيب معين هو دائما بتابع معه ويستشيره ونتابع ونتعرف على المخاطر والاحترازات التي يجب الاهتمام بها في حالة صوم شهر رمضان المعظم. مرض السكري والصيام مع ضيفة الدكتور سلافي إبراهيم عبد العزيز، هي استشاري الباطنية والسكري والغدد. صباح الخير. الصوم. صباح النور عليكم أستاذ فريد، وشكرا جزيلا لاستضافتكم لي في قناة سودانية 24. كيف الأحوال؟ كيف أصبحتي تمام؟ الحمد لله. الغدد هي مش اسمها الغدد الصماء ولا؟ الصوم. الغدد الصم. الصم هي جمع الصماء. الغدد الصماء هي وحدة والصم الجمع. هي عدد كبير جدا من الغدد في الجسم تفرز الهرمونات. دائما نقول الغدد الصماء كده. الصماء الصم هو الجمع. طيب بداية نتعرف على مريض السكري، الأعراض والأسباب اللي بتؤدي للإصابة والفئات الأكثر تعرضا للإصابة. طيب مرض السكري طبعا زي ما انت تكرمت وذكرته انه مرض شائع جدا جدا عالميا، وطبعا هنا في السودان يعني يمكن ما بتلقى بيت ما فيه مريض او مريضين عندهم سكري. سكري صحيح. يعني للدرجه دي. المريض الاعراض اللي بيحس بها ممكن يحس بفقد، يعني في نزول حاد في وزنه بالرغم من انه شهيته للاكل كويسه، لكن بيلقى انه وزنه نازل، وفي تبول كثير زياده بالذات بالليل، وفي يعني دائما بيحس بخمول وفتور، وممكن يحس بخدر كمان برضو في اطرافه. يعني بيجونا ناس كتار بيجوا شايلين فحص بتاع سكري، بينزلهم بيقول لهم انت فحصت ليه مالك فيش؟ قال لي بيقول لك حسيت بخدر في كراي ويدي وشكيت انه عندي سكري. او بيجيت ابول اكثر من الاول فحسيت انه عندي سكري. فنوعا ما الناس ذاتها بقت عندها نوع من الوعي. نعم. أيوة إنه أعراض السكري هي شنو، وبتمشي تفحص براها، ودي حاجة كويسة جدا. فدي يعني الأعراض الأساسية اللي بيحس بها المريض، وبيجينا وبنعمل له فحوصاته بتاعت السكري، وإذا بقى عنده سكري بعد ذاك خلاص يعني بنحدد. قبل ما نتكلم عن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة كده، كيفية فحص السكري؟ يعني أنتوا بتصوموا المريض أنا أعتقد، او يعني المتهم بالسكري كده بتصوموا فتره معينه كده قبل الفحص ولا؟ لانه انا اعتقد انه الفحص ما بيكون في وقت واحد او في يوم واحد. ايوه بالضبط كده. هو احنا تبع يعني عندنا جايد لاينز وبروتوكول لتشخيص مرض السكر. باختصار كده ما حدخل في تفاصيله، لكن اي مريض بتاع سكر لما يحس انه هو ذاته بكون حاسه وجانب الفحص ممكن يكون سكري 300 400، او ممكن جاك وبيشكي وانت شكيت انه عنده سكري وجاك في زمن ما صايم فيه، بتقول لك كده مشي اعمل لي سكر عشوائي الطبيعي راندم. كم لقيت 100 من 120 ل 140 ده اذا كان ماكل، لكن صايم طبعا عندنا صايم براه وبعد الاكل براه. وكمان عندنا حاجه اسمها السكر التراكمي. اللي هو التراكمي ده بقيس لي السكر، نسبه السكر في الدم في على مدى الثلاث شهور اللي فاتت. ده كمان بيديني يعني زي ما بقولوا ايفيدنس، ايوه صوره اوضح انه فعلا المريض ده كان قبل 3 شهور فعلا السكر بتاعه ملخبط. لانه اصلا مرض السكر ده ما بيجي بس كده ربين يوم وليله زي ما بقولوا. بياخذ زمن طويل جدا تدريجي. وحتى مريض السكري بيكون مر بفتره بتاعت سنين هما حاسبينه، فلكن لما نبدا يحس بيه واللحظه اللي عملنا لها التشخيص هو ده اللي بنبتدي معاه العلاج والترتيبات. الفئات الأكثر عرضة عندنا أيوة الفئات الأكثر عرضة اللي هو الناس اللي عندهم يعني قابلية للسكري، هم الناس اللي عندهم يعني في الأسرة ممكن نقول نوع من الوراثة أو القابلية أيوة للسكري. يعني تلقى الأم والأخ والخالة والعم والأب والعمة والعمات والخالات، يعني تلقى في تسلسل بتاع سكري. بيقول لك احنا في الأسرة ما عندنا كثير، وهو ذاته بيكون المريض بيجي بيوريك انه هو متوقع انه حيجي سكري لانه عندنا في الأسرة كثير كده. فدينا الأكثر قابلية. بعدين في فئات مختلفة، فئة طبعا ما ننسى سكر الأطفال
ده فئة براو، وعندنا اللي هو بنقول عليه السكر النوع الأول، والسكر اللي بيجي عند الكبار السكر النوع الثاني. سكر الأطفال يعني ممكن يجي للطفل هو في سن صغيرة ولا ممكن يتولد به أصلاً؟ ممكن في أطفال بيجوا منهم يعني بعد الولادة في خلال شهر شهرين ممكن يكون يصهر لهم سكر. ويعني في أي فترة في أي فئة من أعمار الطفل ممكن يجيه مرض السكري. ده النوع بنسميه النوع الأول من السكري، لأنه البنكرياس بتكون اللي هو البنكرياس ذي الغدة الموجودة في داخل الجسم بتفرز الإنسولين. الإنسولين ده مسؤول من تنظيم نسبة السكر في الدم. فعند الأطفال الإنسولين الخلايا البنكرياس ما بيفرز إنسولين نهائيا، عشان كده علاجه بالإنسولين ما بينفع معهن الحبوب. طيب يعني أنا كنت عاوز أسأل السؤال ده برضه، هو تحديدا يعني درجات ولا لانه شايف في ناس بيستخدموا حبوب، في ناس بالمحافظه فقط، في أيوة. ناس بيستخدموا الانسولين يعني ده أيوة. انا تخيل أيوة. دي على درجه تقريبا من طيب هم احنا ده اللي اتكلمت لك عن السكري الاطفال اللي هو النوع الاول بنقول عليه تايب 1، اما بالنسبه للسكري الكبار هو تايب 2 اللي هو النوع الثاني. ده هنا المشكله في البنكرياس مختلفه. هناك في الاول البنكرياس ما بيفرز انسولين، هنا بيفرز نسبه انسولين ما كافية للجسم، أو في نوع من الريزيستنس للجسم إنه بيرفض الإنسولين اللي بيطلع من الغدة. فهنا بيبقى الإنسولين ما شغال، هو موجود لكن ما شغال. بمرور الزمن بيبدأ بقل في الجسم. فهم ديل الفئة اللي بنستعمل لهم الحبوب في البداية، عشان حبوب في على حسب شغلها بتحفز الإنسولين وبتحفز وبتقلل المناعة الريزيستنس اللي بيكون يعني بيواجهه من الجسم. لكن النوع الثاني ديل بعد مرور زمن قد يحتاجوا لإنسولين في الآخر مع الحبوب. كويس. بعدين عندنا النوع الثالث اللي هو اللي بيجي مع الحمل، سكر الحمل برضو ديا فئة براء. وعندنا تاني فئات في النص بين ده وبين ده، دي يعني في تخصص أكتر. طيب نحن يعني ننتقل لأساس النقاش وأساس الموضوع اليوم اللي هو سكري والصيام. كثير يعني دائما بنلقى الأمهات والآباء بالذات كده يعني هم قد يعانوا من، أنا أعتقد ده أكثر مرضين شائعات في السودان اللي هو السكري والضغط، يعني بيكونوا بيعانوا من الأمراض دي وبيكون في رغبة كبيرة جدا في الصيام، يعني بغض النظر عن مخاطر الحاجة دي أو الاحترازات، أو حتى يكون في شكل بتاع وعي لأنه لأيتو مدى ممكن الصيام ده يأثر على حياتنا ويأثر على صحتنا كده مع اقتراب رمضان. هل الأفضل لأصحاب الأمراض المزمنة الصيام؟ والله موضوع الصيام ده يعني فيه إجابات كبيرة جدا، بالذات لمرضى الأمراض المزمنة وبالتحديد ناس السكري. لأنه أصلاً كل مريض من الثاني بيختلف، ما في مريضين سكري ولا ضغط ولا زيادة في الكوليسترول واحد. أيوة أبداً، كل مريض إحنا بناخد كل مريض على حدة وحسب يعني الحاجات اللي إحنا عارفينها، سواء كان بروتوكولز وحاجات عندنا بنقدر نحدد المريض ده يصوم ولا ما يصوم. تمام. ودي معلش لو سمحت لي بتخلينا أمشي لحتة وبعدين حنرجع للصيام. تفضل. إنه إحنا بنلاحظ كثير يعني في حياتنا إنه دائما مثلاً في التجمعات المناسبات الأعراس والأحزان والحاجات دي تلقى المرضى جايين من بعيد والمسافرين ما جابوا أدويتهم معهم، وتجي تقول لك ده أنا عندي سكري وده أنا عندي سكري وهذا أنا اللي جبت حبوبي معاه. أنا جت الصورة دي بالمناسبة. أيوة كده أيوة في يعني بتلاقينا ناس كثير بتبادلوا الأدوية والناس بينسوا إنه الدواء ده هو سموم، الأدوية سموم. فاللي بينفع معاه فممكن يكون عندي مريضين سكري، اللي بينفع معاه ده ما بينفع معاه ده. لكن بالرغم من كده ده يشيل حبوب دي ويبلعوا مع بعض شيرنج الحبوب حقه السكري وحقه الضغط وحقه الكوليسترول. ايوه بجد بتحصل كثير، امشي لعمك فلان ولدي لي حبه بتاعت يعني بتحصل أيوة كثير أيوة يعني حبوب كملت كده الجاري ده عنده سكري يجيب لي حبه منه. فالقصه دي الناس ما يعني ما منتبهين لخطورتها، ولانه الحبه دي اللي بتنفع مع فلان ما بتنفع مع علان. أيوة أيوة. وكذلك قد تعمل له اعراض جانبيه صحه لزول لكن مرض لكن خطيره جدا جدا. فانا من المنصه دي يعني بناشد المرضى السكري والضغط، ويعني دائما الناس تكون لما تحس حبوبه كملت قربت تكمل تجيب الكوت الجايه عشان ما تصل لحته زي دي. وناس السفر يعني
الناس يكونوا حريصين دائما عندهم شنطة الأدوية تحت السفر لأنه مرات بديك لا قدر الله يعني المفاجآت والزول بيمشي لمنطقة المناطق دي والسفر وكده يقول لك نسيت الأدوية حقتي فلو خلاها كده جاهزة تكون دي بس خاصة بالسفر يتحرك بها دي بفتكر بتكون حاجة كويسة لأنه بالآخر هو شنو صحته هو الحبة دي هي جزء مهم جدا من حياته زي الأكل والشراب يعني الناس تعرف أنه الأدوية دي يعني الطبيب وصفها لك بناء على فحوصات وبناء على أشياء معينة بناء على أشياء كثيرة جدا هي كده. مخصصة لك أنت فقط بالضبط يعني. كده طيب يعني إذا صام مريض السكري الوصفة الغذائية الأنسب له يعني في حالة أنه الطبيب سمح له طيب طيب احنا عشان ما نسمح انا هرجع لك من الاول نسمح للمريض بتاع السكري انه يصوم منو يصوم ومنو ما يصوم أيوه. احنا في خلال العشر سنين اللي فاتت كانت في ابحاث كثيره جدا جدا اتعملت من منظمه السكري وبالتحديد منظمه يعني عندنا منظمه اسمها دايبيتيس ان رمضان انترناشونال الاينس منظمه عالميه وفيها تقريبا كل البلدان المسلمه العربية المسلمة وغير العربية لأنه في مسلمين في البلدان الغير عربية برضو بصوموا نعم صحيح فالأبحاث دي وصلتنا لأنه إحنا كل مريض زي ما قلت لك بننظر له على حدة عندنا حاجات معينة بنشوفها العيان ده يصوم ولا ما يصوم أول شيء نظام السكر السكري عنده درجة السكر الصايم نسبته كم في الدم وساعتين بعد الفطور والتراكم عنده كم هل عنده أي مضاعفات أخرى للسكر خاصة بالسكري طبعا مضاعفات السكري العيون الكلى القلب الجلطة الدماغية مشاكل الأطراف الأعصاب الطرفية دي كلها بننظر لها هل في زول عنده فشل كلوي ما زي زول مثلا بغسل وده ما بغسل كلى يعني في حاجات كثيرة جدا بننظر لها فبناء على الحاجات دي وبعدين عنده ضغط عنده سكري عنده ارتفاع في الكوليسترول عنده أزمة صدرية عنده أي مشاكل تانية فالحاجات دي بضوءها خصصنا أو نقول قسمنا المرضى لحسب المخاطر الممكن تصيبهم إذا هم في بالنسبة لحاجاتهم دي كلها صاموا لأنه الصيام برضو بالنسبة لزول السكري فيه مخاطر أول حاجة ممكن يصيب يجيه ارتفاع شديد جدا في السكر يدخله في كوما بتاعت ارتفاع سكري ممكن يجيه انخفاض شديد جدا في السكر يدخله في كوما برضو بتاعت هبوط سكر وممكن يحصل له جفاف الدنيا عندنا حار بالذات في البلدان السخنة طبعا الناس بتصوم فترة الصيام طويلة الناس بتكون متحركة بالمواصلات ماشية في السخانة وما بتشرب فالعطش ده ذاته عند مريض السكر بيزيد السكر وبيحصل له زي نوع من الممكن تؤدي لتجلطات في الدم لأنه بيحصل زي التخثر في الدم وطبعا دي كلها مشاكل احنا في غنى عنها بالنسبة لمريض السكر احنا لما نقسم المرضى بنقسم مثلا المريض ممكن يصوم نقسمه لثلاثة مريض ممكن يصوم مريض نسبة الخطورة عنده متوسطة مريض نسبة الخطورة عنده عالية بنقوم طبعا بنملك المريض المعلومه وبنناقش معاه يعني هو ذاته بيكون جزء من القرار لانه في مرضى بيقول لك يا اخي انا عندي رخصه وربنا سبحانه وتعالى مدينا الرخصه خلاص انا ما داير وقبل كده صمت يلا مهم جدا قبل كده صام ولا ما صام وتعب ولا ما تعب لانه في ناس بتكون مثلا نسبه الخطوره عندهم متوسطه وبيقول لك احنا صمنا وما جاتنا حاجه يلا وعنده رغبه بيكون عنده هيستوري ايوه عنده هيستوري قبل كده بعدين رغبه المريض دي مهمه جدا هل هو راغب انه يصوم ولا ما راغب لا تلقى في ناس تعبانين جدا جدا وبتشوف انه من ناحيه طبيه انه خطر جدا عليه الصيام لكن بيصر بيكون عنده راغب ايوه يعني بيصر يقول لك لازم انا اصوم يلا احنا من دورنا بننصحه وبنملكه المعلومه دي وبنوريه المخاطر لكن برضه لو هو اصر يصوم احنا بنحترم رايه وبنمشي معاه بنوريه كيف يصوم بامان تتحكموا في الاضرار بس يعني مثلا ايوه عندنا حاجات مهمه جدا عشان ندخل المريض ده في الصيام الامن اول حاجه بنوريه طريقه الاكل وده بيجيبني لي سؤالك الجبال ياكل كيف وينظم وجباته كيف وبيجيبنا برضه للنقطه بتاعه الادويه لانه الادويه دي فيها نوع انواع من الادويه بتعمل هبوط وانواع ما بتعمل هبوط زي غيرها فاحنا عندنا برضو موجهات عارفينها كاختصاصيه سكري وغدد صم انه يا تو بننقص
بنعمل تعديلات، هي تعديلات عاملة، سواء كان ننقص ونوقف نوع من الأدوية ندخل نوع تاني من الأدوية. فالقصة دي محتاجة لأخصائي عشان يقعد مع المريض ويفصل له الحاجات دي. ومعانا الزملاء والزميلات في الدايابيتس ادوكيترز اللي هم ديلنا من هذه المنصة، بحييهم برضو، هم واختصاصي التغذية العلاجية بيقدموا استشارات. أيوة هم بساعدونا، هم جزء من التيم الفريق بتاع السكري. ففي كل حاجة يعني، حتى غير في غير رمضان يعني، دائما العيادات بتاعتنا في السكري لازم يكون مصاحبة لنا عيادة التغذية العلاجية وعيادة الدايابيتس ادوكيتر اللي هو المثقف لمرض السكري، مثقفي مرض السكري. طيب يعني دكتور، عشان يعني نوضح أكثر الصورة كده لكل المتابعين أو يعني أي شخص مصاب بمرض السكر حابب أن يصوم في رمضان، المائدة بتاعتنا الرمضانية هي مألوفة نوعا ما، في بعض الأطعمة اللي بتكون دائما موجودة في المائدة دي، الأكثر ضررا لمرض السكر. طيب مائدتنا طبعا طبعا رمضان لما نيجي الناس بتحضر له من بدري، من حسة طبعا خلاص يكون زرعوا زريعتهم وعاسوا الحلمور. طبعا ده أهم حاجة في رمضان الحلمور. فزمان إحنا لا طبعا الحلمور برضو فيه نسبة عالية من السعرات الحرارية لأنه بدي طاقة، هو بدي طاقة، عشان كده الناس بتركز عليه يشربوا الحلمور وصوته فيه السكر وكده. فعشان تيجي تقول لي عيان سكري ما تشرب حلمور، دي صعبة شديد. فإحنا قعدنا كجمعية، إحنا برضو عندنا جمعية السكر السودانية وجمعية اختصاصي الغدد الصم السودانية، كجمعيات قعدنا مع بعض ومع ناس التغذية العلاجية وكوننا مائدة لمريض السكر، استخرجناها من المائدة حقتنا الأساسية. إحنا مثلا ما بنحرم مريض السكر من الأكل، لكن الكميات يعني مثلا بننصح كالآتي: المريض أول من أذن الأذان يعجل الإفطار، يفطر ياخذ يشرب له كوباية موية، ياخذ العلاج بتاعه، يمشي يصلي وياكل معه 3 تمرات، 3 بس هو العدد المسموح له. كويس. بعد ذاك يمشي يصلي ويجي يقعد يفطر. حلمر كوباية واحدة، كوباية الشوب دي بتاعت الموية دي من غير سكر. بس خالي بعد تمام من السكر. خالي تمام من السكر اصلا. السكر الابيض ده نهائي ما مفروض يعني يتناول. كويس. والشاي يشرب منه، وفي فترة بعد الإفطار يكثر من السوائل، الموية دي لازم يشربها بكميات كثيرة، كميات كثيرة. يركز على السلطة. عندنا يلا البليلة إحنا بنقول يا إما 7 ملاعق معلقتنا الكبيرة دي، أو مرة الكوباية الشاي حقة الملبن دي رمضان، مش المقة الكبيرة الصغيرة دي، ده هو المقاس حقنا الستاندرد بالنسبة لسلطة الروب، البليلة، الرقاق باللبن والرز باللبن ده بعدين في السحور. هي يعني تقليل من الكميات، يعني حتى الكميات أيوة. في كميات والنوع نوع الكربوهيدرات اللي بيستعملوا ذاته، يكون عندنا السكريات البسيطة والسكريات المعقدة. السكريات البسيطة زي السكر البلح والحلويات والحاجات اللي بتتهضم سريع. أما السكريات المعقدة اللي هي في العيش، في الرقاق، في الرز، دي بنحبز تكون في فترة السحور لأنه زول حيصبح صايم. والفترة دي لازم يكون فترة يكون يعني جسمه فيه نوع من عشان تحافظ على نسبة السكر يعني. أيوة في المعدل المتوازن. الحاجة المهمة جدا برضو بننصح مريض السكر الناوي يصوم رمضان لازم يجيب جهاز بتاع قياس سكر. وبننصح أي نعم الحاجات دي شوية مكلفة بالنسبة للمريض لكن مهمة لصحته. يعني هي حتى بيت في الصيدليات، في كل الصيدليات. أيوة موجودة. أقرب صيدلية أيوة ممكن طوالي موجودة. الاستمرار تمشي طبعا. بالضبط. وفي الفحص ممكن يكون نايف في الصيدليات. بنحبه إنه يفحص أكثر من الأيام العادية. يعني يفحص الصباح. متابعة. أيوة. يفحص لو قلنا يمكن 7 مرات. لو أمكن يعني. الصباح لما يكون عند السحور، وبعد ذاك نص نهار قبل عند الإفطار. وتاني ما بين الإفطار والسحور يفحص ساعتين بعد الأكل، يعني خصوصا في الأيام الأولى بتحتاج. أيوة بالضبط، عشان يقدر يظبط ويتابع مع الدكتور بتاعه. حس إحنا والله بنتقبل يعني
المكالمات بالواتساب، دائما بنتابع مرضانا بالواتساب، ها فاطر حصل لي كده وصايم كده وكده، بننصحه بترسل له رسالة سريعة، طيب أوكي أعمل كده عدل كده، بالذات الأيام الأولى دي زي ما ذكرتها. الحاجة الثانية مهمة التراويح، صلاة التراويح طبعا طويلة وفي بعض الأحيان أيوة فيها مجهود، الناس ما تنسى إنه المريض السكر إنه يشرب أو يأكل له وجبة سريعة أو خفيفة قبل التراويح تحسبا لأنه قد يكون في مجهود بنزل له السكر، لأنه أقل مجهود بيمكن ننزل لهم السكر. جميل، يعني دكتور أنا بتمنى والله كان يكون عندنا مساحة أطول كذا عشان نتكلم عن الموضوع ده بتفاصيل أكثر. أيوة يعني أيوة. عوالم يعني ده أسلوب حياة بالتأكيد يعني. أيوة لكن أيوة. يعني ربنا يدي الجميع الصحة والعافية، احنا بنشكرك جدا على الجميل وتفضلت معنا في المساحة دي. احنا بنشكرك دكتور سلافي إبراهيم عبد العزيز استشاري الباطنية والسكري والغدد والصوم، شكرا لك كثير. شكرا جزيلا، شكرا لكم، الله يسعدك. الله يخليك يا رب. احنا لسه واصلين صباح السوداني، حنطلع فاصل نجيكم مرة ثانية.